خلينا نحكي عن العلاقات الاجتماعية أكثر مع الأخصائية الاجتماعية هناء الأزهري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا وكل عام وأنتم بألف خير. رمضان كريم ينعاد عليك وعلى عائلتك وأكيد على سوريا بالخير والسعادة. خلينا نحكي شهر رمضان المبارك شهر الخير، شهر لتبادل الزيارات العائلية وللتواصل. أكيد هذا الشهر شهر رمضان بهاي الظروف الاستثنائية اللي نحن عم نعيشها، هل اختلفت هاي العادات برأيك ولا لا؟ طبعا شهر رمضان مثل ما تفضلت حضرتك هو شهر الخير وشهر البركة وشهر العطاء وشهر التسامح، وأكثر شيء بيميز الشام عنا هو العلاقات الاجتماعية، الزيارات بشهر رمضان، التواصل بين الأهل، يعني بيكون الواحد منقطع، صار له فترة مشغول بأعماله بأشغاله طول السنة، بيجي شهر رمضان فرصة لحتى ترجع الناس تتواصل وتتقرب من بعضها وترجع هاي العلاقات الحلوة بيناتها. بس يعني هلأ بحكم الظروف اللي عم تمر فيها البلاد خفت هي، بس ما انقطعت هي، خفت بحكم الظروف وبحكم الظروف الاجتماعية الصعبة كمان والكورونا، ما فينا كتير يعني نعمل زيارات ولازم يكون في حذر شديد بهاي المرحلة من السنة، وإن شاء الله هيك بنسأل رب العالمين بهالشهر الفضيل إنه يرجع يرفع عنا هذا البلاء وترجع العلاقات الاجتماعية مثل الأول وأحسن إن شاء الله. خلينا نحكي قديش السوشيال ميديا يمكن كمان لعبت دور في لها آثار إيجابية وسلبية. فينا نقول يمكن من الآثار الإيجابية للسوشيال ميديا لأنه في ناس كتير مثلا عندها أولاد مغتربين خارج أو قطر، فبتلاقي نوعا ما هيدا التواصل بشهر رمضان ممكن كلياتنا نجتمع على طاولة وسفرة بس كل حدا ببلد. وفي آثار سلبية نوعا ما بتلاقي أنه لا خففت هاي الزيارات لأنه صار التواصل أكثر على السوشيال ميديا، بدل ما دق بابك ويجي لعندك لا بصير في عن طريق هيدا التواصل. قديش في إلى آثار فينا نقول سلبية وإيجابية اليوم؟ طبعا مثل ما تفضلتي حضرتك في إلى آثار إيجابية وفي إلى آثار سلبية، كل شيء نحن بدنا نتعامل معه حسب اللي الشخص اللي عم يتعامل معه، هو بيقدر يحول هذا الشيء لشيء إيجابي ومفيد، وهو بيقدر يحول هذا الشيء لشيء سلبي وبضر بحياته الاجتماعية وبتواصله مع الآخرين بشكل مباشر. بس السلبية العام الماضي وهذا العام انه ما فينا نحن كثير نعمل زيارات مشان بسبب جائحة كورونا، فهذا الموضوع سهل يعني انه الناس تستعيد عن الزيارات الكثيرة بين بعضها بمعايدات على الواتساب على مواقع التواصل الاجتماعي، بصير في بنطمن على بعض، بنتبادل الاخبار، بنشوف اخبار بعض. وكمان من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي بشهر رمضان انه الشخص المدمن على هاي المواقع عم يقعد فترات كبيرة عليها، ما عم يحس بجمالية رمضان، ما عم يحس بالطقوس تبع رمضان، بالطاقات الروحانية تبع رمضان، بيتواصل مع عائلته. يعني في ناس بتضل منزوية لساعات طويلة بدون ما تتواصل مع عائلتها اللي هي قاعدة معها بنفس اليوم. تمام. هي بتكتر أكتر برمضان لأنه الإنسان بده يقطع وقت مشان ما يحس بالصيام، تلاقيه صار يعني زادت لا بالجوع ولا بالعطش. أيوة زادت أكيد يعني بكل العائلات نفس الشيء، يعني في عائلات عم تجتمع وزادت الروابط الاجتماعية عندهم هلأ كمان بشهر رمضان المبارك. صار في عنا كتير اشياء جديدة عم نسمعها، صار مو مثلا ست البيت هي اللي تعمل كل الطبخات، هو عبارة مثلا عن جروب كبير كل حدا يطبخ طبخة ويجوا يجتمعوا مع بعض كمان بشهر رمضان المبارك. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، نحكي دائما في عنا قيم ضرورية بشهر رمضان وقيم لازم نحن نزرعها بنفوس أطفالنا. خلينا نحكي كمان بيقولوا بمقولة برمضان ما بيصير حدا ينام لا جوعان ولا زعلان بنفس الوقت. خلينا نحكي عن أهمية القيم الأخلاقية بشهر رمضان المبارك. طبعا القيم الأخلاقية المفروض تكون كل أوقات السنة، بس نحن بما أنه في شهر الخير والأجر فيه مضاعف فالإنسان بيكون في عنده حافز أكثر لحتى يقدم الخير للناس. يعني رمضان شهر الخير، مستحيل الواحد ينام فيه جوعان لأنه هو رمضان كريم، لو نام حيفي يأكل حيتسحر بضل مخه مشغول بالأكل.
مشان هيك تلاقي سبحان الله لسات العادات الاجتماعية بالشام، تبادل السكبة بين الناس على الفطور وعلى السحور، حتى يعني الشام بلد الخير، فما بالك انه بشهر الخير كمان، فبزيد الخير فيها كتير. وبالنسبة لانه ما حدا ينام زعلان، هاي يعني شيء كتير حلو انه شهر التسامح وشهر العفو عن بعض، وهو فرصة لحتى اذا في اي خلاف بين اي شخص والتاني، فرصة لحتى انه يرجعوا يتواصلوا ويتصالحوا. وهو التسامح سبحان الله، الانسان بفكر انه هو اذا سامح التاني هو عم مشان الطرف التاني انه عم يفيده اله، بس هو بالحقيقة لا، انت بتسامح مشان نفسك، لأن التسامح هو مردوده على الشخص اللي بيسامح أكثر من اللي بيتسامح عنه، بيتم الصفح عنه. لذلك يعني التسامح شيء كتير حلو برمضان، والمفروض نحن ما نخلي بقلوبنا شيء لحتى نستقبل رمضان ويكون رمضان يمرق علينا ونحن ناخذ كامل الأجر وكامل الطاقة وكامل الفائدة من هذا الشهر الكريم. ويمكن بشهر رمضان المبارك هي وقفة مع النفس وجرد للذات، بيكون التواصل مع الإله بشكل مختلف. وفينا نقول في كثير من الناس بتقلك خلال السنة عملت مواقف هيك ما كثير راضية عنها، فأنا بستغل هذا الشهر للتقرب من الله ويمكن لغفران بعض القصص اللي غير محببة لقلوب هدول الأشخاص. خلينا نحكي قديش اليوم مهمة ضبط النفس، طولة البال خلال شهر رمضان المبارك، ما نكون متوترين من فعلين نقول لأنه عم نصوم ساعات طويلة، ما يكون هيدا مبرر لافتعال حالة التوتر والغضب بشكل مستمر. صحيح. هلا مثل ما بقولوها العصبي عصبي برات رمضان وبقلب رمضان، بس بتزيد معه أكثر مشان يلاقي مبرر هو لعصبيته ولانفعالاته. وفي ناس سبحان الله بتكون يعني قبل رمضان رايقة ومنيحة، وبتلاقيها برمضان بتصير توتر وعصبية. هو يعني الإنسان لازم يكون في عنده ضبط، هو رمضان إجا مشان يعلم الإنسان الصبر. أنت عم تمتنع عن الطعام عن الشراب لساعات طويلة بالنهار، ما فيك تضبط حالك أنت، يعني أنت حتى يكتمل صيامك بدك تكون كمان تصبر على نفسك وتضبط انفعالاتك وتضبط التوتر اللي عم يصيبك خلال ساعات الصيام. وفكر دائما بالشيء الحلو، فكر أنا طالع على شغلي لحتى أرجع قبل الفطور أجيب صحن الحلو لأولادي، أشوف الفرحة بعيونهم، أشوف الفرحة بعيون زوجتي. دائما فكر بالأمور الإيجابية والأمور الحلوة اللي أنت عم تكافح وتعمل مشانها، لحتى دائما يكون التفاؤل والهدوء النفسي خلال ساعات الصيام. والابتسامة أهم شيء، الابتسامة سبحان الله بتعطي أمر للعقل، بتهدي النفس، بتعطيه هيك سكينة وروية، وبصير الواحد يعني أنت إذا كنت معصبة وزعلانة وطلع حدا بوشك ومبتسم لحالك تلاقي البسمة، بحسه يمكن عم بيستفزه إذا ابتسم بوشه وهو معصب. خلينا نحكي عن نقطة كثير مهمة، الأشخاص العصبيين بشهر رمضان المبارك اللي عم تحكي عنهم بيفتعلوا مشاكل مع كل العائلة، ونحن طيب كيف بدنا نحبب أطفالنا بشهر رمضان المبارك؟ كيف بدنا نزرع لهم هاي القيم إنه نخليهم يصوموا وهن حابين هذا الشهر، ما يكون الجو متوتر، الأهل يكرهوا الأطفال بالصيام وشهر رمضان المبارك؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. صحيح، أنا دائما بركز على موضوع أهم شيء بالتربية هو التربية بالقدوة. انت لازم تبلش من نفسك، انت لازم تكون مبسوط بقدوم رمضان، تعمل الجو الرمضاني الجميل، تحط الزينة بمنزلك، تزين، يكون في رمضان اكلات مميزة غير باقي السنة، ودائما تكون يعني ما في هذا التعصيب والتوتر. حتى الام بالبيت تلاقيها عم تطبخ ومشوبة ومعصبة وصوتها يعني أعطى من الأكل غصب من عنا. إجبار الولد بده يبطل يحب هذا الشهر، بقول أنت بده يخلص شهر رمضان مشان تروق الماما أو يروق البابا. مشان هيك لازم الإنسان هو يكون قدوة ويزرع بأولاده ويحكي لهم دائما، يحدثن عن فوائد هذا الشهر وفضل هذا الشهر، مشان هن الجيل الجديد يكون في عنده حب لهذا الشهر وما يطلع جيل متوتر وعصبي مثل أباؤه.
أكيد، ويمكن مثل ما قلنا ببداية حديثنا، شهر الخير والبركة، شهر التسامح، هو شهر رمضان المبارك. في طقوس جدا جميلة خلينا نستغلها بهذا الشهر تماما. في كثير قصص وتفاصيل ما بنشوفها غير خلال شهر رمضان المبارك، لهيك لازم الشخص يستمتع بكل لحظة خلال هذا الشهر الكريم بكل طقوسه. اليوم عم نشوف يمكن كثير من الناس رغم ظروفها الاقتصادية عم تحاول تحافظ على هي الطقوس الأساسية لشهر رمضان المبارك. خلينا نحكي معك عن هي الطقوس وجماليتها، قديش هي الطقوس جميلة لتبقى التواصل الاجتماعي يمكن وروابط الأسرية موجودة، لأنه خلال شهر كامل 30 يوم في كثير من القصص والتفاصيل بنعيشها مع بعض ما بتتكرر غير بهيدا الشهر. صحيح، هلا رمضان شهر استثنائي طول السنه، صحيح. بتلاقي الناس بتستناه من السنه للسنه. طقوس رمضان جدا حلوه، بتلاقي استقبال رمضان، انتظار الهلال، اول يوم السحور بوقتي تسمعي صوت المسحر، لمة العيلة على الفطور. يعني قبل رمضان بكون وقت الأكل ضايع، كل شخص وقته شكل، بيجي كل واحد بياكل لحال يمكن في بعض العائلات، بس بشهر رمضان بتلاقي تلتم العيلة كلياتها على مائدة الإفطار، والسهرات الحلوة برمضان والتواصل الاجتماعي مع الأهل والأقارب والأصدقاء. هذا شهر كتير حلو، حتى يعني رغم انه السنه الماضيه كان في حظر، كثير ناس هلا بتقول لي انه السنه الماضيه يا الله شو كان رمضان حلو، بتذكري الحظر وقت كنا نركض على قعد وصار في حميميه اكثر، صار في تواصل اكثر، يعني لاقوا يعني رمضان سبحان الله صار في تنظيم، صار في رمضان انشطه مشتركه بالعائله، صار في كثير شغلات حلوه رمضان الماضي، تقربوا من بعض اكثر. رمضان باي ظرف بيجي فيه بيجي فيه جماليه وطاقه روحانيه عاليه وسكينه، ونحن مثل ما تفضلتي حضرتك لازم نستمتع بكل لحظه بهذا الشهر، لانه هو شهر وبيمضى، وسبحان الله بتلاقيه سريع رمضان، دائما بيمضى بسرعه وما بنحس بايامه الحلوه. اكيد كمان كثير من الاهالي عم يصوموا اولادهم غصبا عنهم، يعني في اهالي مثلا بيصوموهم لساعات معينه بشهر رمضان المبارك، خلينا نحكي كيف الصح، كيف ممكن نحن نصوم ابننا وباي عمر برايك نبلش معه، شو هي الطريقه الصح ليصوم ابننا شهر رمضان المبارك وهو حابب يصومه اكيد. تمام، هلا موضوع صيام الاطفال يعني لازم ما يكون في كتير تشدد فيه، وحسب بنية الطفل، في طفل بيختلف عن طفل، في طفل بنيته قوية بيتحمل ساعات الصيام، وفي أطفال بنيته شوي ضعيفة ما بتقدر تتحمل. يعني نحن بالعمر تقريبا 9 أو 10 سنوات بنبلش، أو يعني اللي بنيته شوي قوية ممكن قبل، بس نحن لازم أول سنة مثلا نصومه للظهر مثلا، ونجيب له شغلات هيك مميزة وأكلات طيبة والعصائر، ولا يعني نحط له صفرة صائم نظامية مشان يحس إنه هو عمل إنجاز. السنة اللي بعدها ممكن نصومه للعصر، وحسب يعني مرات رمضان بيجي بالصيف قاسي جدا، المفروض نحن نتساهل يعني كثير مع الطفل، وإذا كان بالشتاء يعني ممكن هو نشوف حسب درجة تحمله ممكن نحن نصومه. السنة اللي بعدها للعصر، السنة اللي بعدها مثلا للمغرب، يومين ثلاثة بنفطره مثلا، بنريحه، بنقول له أنت ما شاء الله عملت إنجاز كبير واليوم لك جائزة، رح ترتاح اليوم من الصيام. يعني بنحاول نحببه ونعوده على موضوع الصيام، لأنه الإنسان إذا وقت التكليف بسن التكليف فورا صام رح يكون صعب عليه إنه ما متعود. المفروض شوي شوي نحن نشوف حسب بنية الطفل، حسب هو ما بيقدر يتحمل. ممكن الأطفال مثل بعضها أكيد، تماماً. الأهالي يرعوا هذا الموضوع وما يقارنوا الأطفال بين بعضها، وأكيد رمضان صحيح. كريم ينعاد عليك وعلى عائلتك بالخير والسعادة، وأكيد نشوفك بحلقات قادمة. أنتم بألف خير، شكرا لك مشاهدينا بألف شكرا خير. لك على الحديث الجميل عن طقوس شهر رمضان المبارك، قد ما حكينا عن هي الطقوس الجميلة تمام. يمكن ما بنخلص، بس وقتنا خلص، شكرا كثير لك. شكرا لكم لقناة الإخبارية السورية. شكرا لك. أما هلأ سمر بننتهي.